معنا صار هيا احنا بفن بفن برنامج دمروا لفن دمروا لفن دمروا لفن لفن خير الغدا عبر الزمان اسمعنا صار هيا احنا بفن بفن برنامج دمروا لفن نص الحكيم قال التمر ومن اللبن خذ لك قدر يوصل حكيم قال الدمار ومن اللبن خذ لك قدر واحنا معاكم بالشهر حلقاتنا تمر ولبن واحنا معاكم بالشهر حلقاتنا تمر ولبن تمر ولبن تمر ولبن لبن خير الغدا عبر الزمان واسمعنا صار يا احنا بفن بسم الله الرحمن الرحيم نرحب فيكم مشاهدين الكرام في فقرة التغذية من برنامج تمر ولبن اليوم راح نكلمكم عن أشهى المأكولات اللي هي الدجاج واللحم ما في شخص ما يستمتع بهذه الوجبات لكن يتوجب علينا إنه نختارها بطريقة بتزيد من فائدتها ونحاول إنه نقلل من استهلاك الدهون فيها. بتكلم عن اللحم وبعدين بتكلم عن الدجاج. بالنسبة للحوم، لحوم الأبقار أو لحم الخروف أو الماعز أو أي أنواع اللحوم، دائماً الأجزاء اللي تكون فيها دهون أكثر اللي هي الورك مثلاً والرجل. ما يمنع احنا ناخذ هذه الاجزاء ولكن يتوجب علينا انه نشيل الدهون الظاهره دائما تبين هي لونها ابيض يعني اللحوم والدجاج اعزائي المشاهدين مصدر اساسي للبروتين البروتين اللي هو من مصدر الحيوانات له دور في بناء العضلات له دور في العلاج من الجروح له دور ايضا في نمو الاطفال واكثر من هذا كله له دور اساسي في زياده كميه الحديد في الدم الحديد دوره اساسي هو توصيل الاكسجين للاعضاء المختلفه بدون الاكسجين بتموت الاعضاء المختلفه فدائما لما نروح مثلا لما حد يروح عند الطبيب ويشوفوا انه مثل ما يقولوا بالعماني دمه الحديد ما في دمه نازل هذا معناته انه تغذيته تنقصها كميات جيده من البروتينات منذ الوهلة الأولى لتأسيسها حرصت مارينا للاستشارات الهندسية على تقديم أرقى الخدمات لعملائها من القطاعين العام والخاص وذلك من خلال إبداعات فريق عمل ذي مهارة وابتكار واضعين نصب أعيننا قيمنا الثقافية ومعايير البيئة والاقتصاد مارينا للاستشارات الهندسية بإدارة عمانية وحس معماري عالمي الذوق الرفيع للعطور عالم ساحر من شذى الإبداع والبهجة والسرور الذوق الرفيع يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر الذوق الرفيع فكر جديد في عالم العطور
المشاهدين لما تيجوا تختاروا اللحوم علشان الطبخ، يعني مثلا لحم البقر أو الخروف أو الماعز، علشان تحضروا للطبخ دائما وأبدا تحاولوا تزيلوا الدهون الظاهرة منها. هذه الدهون تكون شيء يعني ظاهرة بيضاض كذا، مثل دهون جامدة في حرارة الغرفة. دائما تخيلوا معي إنه هذه الدهون مثل ما هي جامدة في حرارة الغرفة على اللحم، ممكن تسد الشرايين بنفس الطريقة، فإحنا ما نبغى هذا الشيء، نزيلها أحسن. وأيضا لما تسلقوا اللحوم وتخلوها تبرد، دائما بتشوفوا طبقة كذا، طبقة جامدة فوق، مثلا حتى لو تبقى شيء من الصالونة، صالونة لحم مثلا أو يعني أي نوع من أنواع اللحم وشلتوه، شفتوا الطبقة البيضة قبل لا تسخنوا الصالونة مرة ثانية، شيلوا هذيك الطبقة. هذه الطبقة نفس الطريقة تكون مثل شيء يسمى بالبلاك على الشرايين، وممكن تسبب انسداد الشرايين على المدى الطويل. احنا ابدا ما نريد هذا الشيء. ولكن كثير من الناس يقولوا انه طعم الاكل يكون مش لذيذ، يعني بدون الدهون هي اللي تضيف الطعم، وممكن اللحم ما يكون لين. ولكن في طرق عديدة لطبخ اللحوم، واحنا في رمضان وهدفنا من هذا الشهر انه ايضا صحتنا تكون افضل من اي شهر مضى، ونبدأ بداية صحية جيدة. اللحوم إذا تريدوها تكون يعني لينة، ما يحتاج يكون فيها دهون، ممكن تحطوا فيها أناناس مثلا أو روب قبل ما تطبخوها، تساعد على أنه تكون طرية وقت الطبخ. ايضا احنا ممكن نقلل في مناطق مثلا ياكلوا كثير لحوم، اللحوم الحمراء دائما مسببه لارتفاع الكوليسترول. بدل ما ناخذ كميه كبيره من اللحم، ممكن نعمل كباب مثلا، كميه لحم مع شويه يعني بصل وخضره، يعني ممكن ينهرس مع بعض وتعملوا ألذ كباب فيه اول شيء خضره واستفاده من الالياف، وايضا فيه لحم. بالنسبة للدجاج يفضل دائما انكم تختاروا اللحم الابيض من الاجزاء الثانية. اللحم الابيض دائما الصدر يعني وبدون جلد، ويفضل دائما انكم تشووه او تسلقوه باقل كمية من الدهون. يعني اذا اشتهيتوا مثلا دجاج مقلي، ممكن تسلقوه في البداية وبعدين تحمروه بزيت زيتون مثلا، أو تحمروه بأي نوع ثاني من الزيوت الغير مشبعة. هذه اللحوم والدجاج مثل ما قلنا مصدر أساسي للبروتين، ودائما نتناولها مع نوع من النشويات، يعني مثلا خبز أو عيش أو بطاطا. البطاطا حلو إذا ما قشرناه، غسلناه كويس وحطيناه في الفرن، فائدة الألياف فيها فائدة عالية. ففي رمضان إذا بتحضروا لحم أو دجاج، ممكن تحضروا مع نوع من النشويات اللي هو البطاطا أو الخبز. راعوا إنكم تختاروا الطحين البر، دائما الطحين الأسمر. أو بالنسبة للرز، ممكن رز أبيض أو رز أسمر يفضل، بس الناس لسه ما متعودة على هذا الشيء، ممكن تكون بدايتها هذا الشهر الكريم. دمروا لبن، دمروا لبن، لبن خير الغدا عبا الزمان، واسمع نصف يا احنا بفن بفن برنامجك. أعزائي المشاهدين، أتمنى لكم في نهاية هذه الفقرة صيام مقبول وإفطار شهي بإذن الله. يوصل حكيم قال الدمار ومن اللبن فضل القدر، يوصل حكيم قال الدمار ومن اللبن خذل القدر، واحنا معاكم ذا الشهر حلقاتنا تمر ولبن، واحنا معاكم ذا الشهر حلقاتنا تمر ولبن، تمر ولبن، تمر ولبن، لبن خير الغدا عبر الزمان، واسمعنا صار يا احنا بفن بفن برنامجك تمر ولبن.